اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء في تدارس كتاب الله عز وجل في بيت من بيوت الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينظر الله تعالى إليهم فيقول لملائكته أشهدكم أني غفرت لهم. قال الله جل وعلا مخاطبا اليهود، وذلك أن اليهود كانوا يدعون أشياء كثيرة، نحن أبناء الله وأحباؤه، لن تمسنا النار إلا أيام معدودات إلى آخره، فوجه الله تعالى إليهم الكلام، خاصة أن اليهود في المدينة مقيمون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لهم شأن، كان لهم شأن. كانت قريش في السابق إذا اختلفوا في شيء رجعوا إلى اليهود. أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وانتشرت دعوته، ذهب النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، أرسلتهم قريش إلى اليهود، يعني انتداب خاص لأجل وظيفة معينة، عمل معين. قالوا اذهبوا من هنا حتى تصلوا إلى المدينة واسألوا اليهود عنه، اليهود أهل كتاب ولهم شأن، اذهبوا إلى اليهود واسألوهم عن هذا النبي الذي عندنا. فذهبوا وسألوهم، قالوا ما تقولون، عندنا رجل يقول أنا نبي، إيش رأيكم يا يهود؟ قالوا اسألوا عن ثلاثة أشياء، إن أجاب عنها فهو نبي، وإن لم يجب فهو رجل متقول يفتري عليكم. قالوا ما هي؟ قال اسألوه عن فتية في أول الدهر كان لهم خبر، يعنون فتية أصحاب الكهف، واسألوه عن رجل طواف طاف في الأرض وبلغ مشارقها ومغاربها، يعنون ذا القرنين، واسألوه عن الروح ما هي. فرجع النضر بن الحارث وعقبة إلى قريش وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام في القصة المشهورة لما قال آتيكم غدا بالجواب، ولم يقل إن شاء الله، فتأخر الوحي عنه 15 ليلة، ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى عليه الجواب عن أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وذكر قصتهم وذكر قصة ذي القرنين. أما الروح فقال قل الروح من أمر ربي. فالمقصود من هذا أن اليهود كان لهم شأن أساسا بين العرب، كان لهم شأن في العلم والمعرفة، وترجع إليهم العرب كثيرا فيما يتعلق بالأمور الدينية خاصة، بل حتى لما أرسل إلى لما أقبل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحدث ما حدث ورجع في الغار، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته وقال دثروني دثروني زملوني زملوني، أخذته خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وذهبت به إلى ابن عمها من ورقة ابن نوفل. قالوا في سيرته في سبب ذهابها به إلى ورقة بالذات، مع أن قريشا مليئة بالحكماء والناس اللي ممكن يستشارون في هذا الموضوع، ومع ذلك قالوا وكان يقرأ الكتاب الأول وينسخ منه ما شاء الله، يعني وظيفته أو عمله كاتب. نحن الآن عندنا مطابع لطباعة القرآن، وأيضا هناك مطابع يطبع فيها الإنجيل والتوراة، هم كانوا يكتبون كتابه الكتاب المقدس، يكتبون إما أن يبيعه بعد كتابته أو يفعل ذلك تعبدا. فورقة أصلا كان يكثر من كتابة الكتاب المقدس، يعني تميز عليهم أن عنده معلومات من كتب اليهود والنصارى من قبل. ولما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وخبره بما فيه بما رأى، قال قدوس قدوس قدوس، هذا الناموس الذي كان يأتي موسى. عجبا لما لم يقل يأتي عيسى، مع أن عيسى بعد موسى هو آخر نبي بعث قبل النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا إنه قال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى
بسبب أن موسى كانت وقت رسالته أطول، ليس مثل عيسى. عيسى عليه السلام رفع عمره 33 سنة، موسى لبث وقتا طويلا مع قومه. وكذلك موسى كان ألصق بالعرب من عيسى، لأن عيسى قومه في الشام وموسى قومه في الجزيرة، في جزيرة العرب، فهم محيطون بالعرب في المدينة وفي خيبر يهود، ويخالطونهم في مكة، واليمن كان فيها يهود، فهم أصلا العرب كانوا ألصق باليهود من التصاقهم بالنصارى، فكان دائما إذا استشهدوا استشهدوا باليهود، اليهود، مع أن النصارى هم أهل الكتاب. والآيات التي أنزل الله تعالى في كتابه تتكلم في كثير من الأحيان عن اليهود، وهذا من السبب في ذلك، أن اليهود كانوا أكثر التصاقا، وأن رسالة موسى كانت أظهر. قال الله جل وعلا: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، إذا أنتم تزعمون ذلك فتمنوا الموت. وذلك لأن الولي، لأن الحبيب، يتمنى أن يلاقي حبيبه ويذهب إليه، فإذا أنتم تزعمون هذا الزعم، قل يا ربي اقبض روحي، خلك يلا تلاقي حبيبك إذا أنت مقر بذلك إلى من توليته. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الله: ولا يتمنونه أبدا. لماذا؟ بما قدمت أيديهم، لأنهم أصلا ما قدموه بين أيديهم من المعاصي والمخالفات كثير، والله عليهم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه، ما قال فإنه مدرككم، يعني أنت فر والموت يجري وراءك، قال فإنه ملاقيكم، يعني من شدة سرعة الموت أن ما يحتاج يركض وراءك لأجل أن يدركك، لا، يسبقك ويقف في وجهك، فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. معنى عدد من المسائل فيما نحن فيه. المسألة الأولى وقفة مع دعاوى اليهود. اليهود لهم عدة دعاوى، وهم لا يكفون عن تزكية أنفسهم والثناء عليها. نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد الله تعالى عليهم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم. إذا أنتم أبناء الله وأحباؤه، ليش رب العالمين يعذبكم؟ وهذا تستطيع أن ترد به أيضا على من قال إن عيسى ابن الله، ترد عليه ماذا تقول له؟ فلما يعذبه بالصلب، فلما يعذبه بالصلب. قرأت قصة قبل يومين عن طفل اسمه عادل، عربي في إحدى الدول العربية، وكان أبوه متدينا يذهب به إلى الكنيسة. قالوا فخرجوا من الكنيسة، فقال عادل هذا: يا أبي. قال: نعم. قال: يا أبي، لماذا القسيس يحمل الصليب؟ قال: يحمل الصليب يا ابني، يعني لأنه نصراني مسيحي. قال: أنا ما أحب الصليب. قال: ليش ما تحب الصليب؟ المفروض تعلقه عليك لماذا لا تحب الصليب؟ قال: أنا ما أحب الصليب لأن صلب عليه عيسى، وأنا لما أرى الصليب أعلم أن عيسى قد صلب عليه، أنا أبغض هذا المنظر لأنه يذكرني بصلب عيسى. وهذا فعلا كلام صغير من طفل، هو كلام من طفل صغير لكنه كلام كبير في الحقيقة، فعلا جواب، يعني ما في إجابة عندهم. اسأل قل له: الآن أنت تعظم الصليب وتحب الصليب وتقبله؟ نعم. طيب، هذا الصليب يذكرك بمأساة عندكم، يذكرك بعذاب أصاب ابن الله كما زعمتم، والدم يسيل منه وهو يتعذب ويحاول أن يفك نفسه من على هذا الصليب. كيف تحب الصليب؟ المفروض أنك تبغضه ولا ترى الصليب إلا تكسره من بغضك له، لأنه يذكرك بمآسي. يقول: فالتفت إليه أبوه وقال: لا يا بني، لازم تحب الصليب. قال: أنت تحبه؟ قال: نعم، أنا أحبه يا بني. قال: ليش يا بابا طيب تحبه وهو مصلوب عليه عيسى؟ الأب ما عنده جواب. قال: يا ابني، لما تكبر تفهم هذا الكلام. قال: لا، فهمني الآن، عطني جواب. قال: لما تكبر تفهم هذا الجواب. سبحان الله، واستمر به الحال دون أن يعطيه جوابا. فأنت إذا تأملت وجدت أن هذه الدعاوى، اليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد الله عليهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ إذا أنتم أحباب الله، ليش الله يعذبكم؟ إذا عيسى ابن الله كما تزعمون، ليش الله رضي أن ابنه يصاب بمثل ما أصيب به؟ وطبعا عيسى لم يصلب عموما، يعني الله جل وعلا يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا
بل رفعه الله إليه. من دعاوى النصارى قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، كما جاء من دعاوى اليهود، كما جاء هذا في حديث أبي هريرة في البخاري، قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أقبلت إليه امرأة من اليهود وقالت إنكم قد أصابكم جوع مع طول الحصار، وقد صنعت لكم هذه الشاة المشوية، وكانت قد وضعت فيها سما. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الطعام إليه، كان أحب اللحم إليه الذراع، فلما رفعه ونهش منه نهشة أنطق الله تعالى الذراع وقالت يا رسول الله أنا مسمومة. ذراع نفسها ما تبغى يأكلها، تقول أنا مسمومة لا تأكلني، وأنطقها الله، فردها النبي عليه الصلاة والسلام بعدما نهش منها نهشة، كان قد دخل السم إلى أبهره صلى الله عليه وسلم، لكن الله أوقف أثره، أوقف أثر السم حتى أكمل رسالته، ثم أذن له بذلك، فمات عليه الصلاة والسلام شهيدا. قد قتلته يهود، قد نص الله تعالى عن اليهود أنهم قتلت الأنبياء. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى السم في هذه الشاة قال ادعوا لي من هاهنا من اليهود، فدعوا إليه اليهود. فلما أقبل اليهود سألهم النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يسألهم عن السم في الشاة، لكن من ذكائه وحكمته أنه لم يسألهم عن الموضوع مباشرة، سألهم عدة أسئلة حتى يكتشف كذبهم من صدقهم، ثم يرجع إلى السؤال المهم عنده. أول سؤال لهم قال يا معشر يهود، قالوا نعم، قال هل أنتم صادقية فيما سألتكم عنه؟ أنا بسألكم سؤال، تصدقون ولا لا؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، معقول نكذب عليك؟ نعم يا أبا القاسم نصدقك. فقال من أبوكم؟ من أبوكم؟ كان هذا الفخذ من اليهود ينتسب إلى جد جبان لا يفتخرون بالانتساب إليه، فإذا سئلوا في معرض المدح والافتخار انتسبوا إلى جد آخر ما هو بجدهم، فقالوا أبونا فلان، قال كذبتم بل أبوكم فلان، قالوا صدقت، أنت عارف نسبنا، صدقت. فقال يا معشر يهود هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم نصدق، وإن كذبنا عرفته كما عرفته في أبينا. هذا الواحد ما يكذب مرتين، المرة الأولى صدتنا وعرفت أن احنا كذبنا، المرة الثانية خلاص لا يمكن نكذب. قالوا إن كذبنا عرفته كما عرفته في أبينا. فقال عليه الصلاة والسلام من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. قال كذبتم، اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. يا معشر يهود هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ اصدقوا لو مرة واحدة في حياتكم، هل أنتم صادقي؟ قالوا نعم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال فما حملكم على ذلك؟ ما حملكم على ذلك؟ نحن دخلنا صلحا، صح وقع حرب في البداية، لكن بعدين صالحناكم وأحسننا إليكم وأقررناكم على أموالكم، ليش؟ أنا ماذا فعلت لكم؟ فما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت ملكا متسلطا أن نتخلص منك، تموت بالسم ونفتك منك، وإن كنت نبيا مرسلا فلن يضرك، ولكن من أخبرك؟ من أخبرك؟ فرفع الذراع قال أخبرتني هذه الذراع، أخبرتني هذه الذراع صلى الله عليه وسلم. فهم يدعون أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودات. من دعاويهم أنهم يدعون أنهم أولياء لله من دون الناس، يدعون أن الله تعالى ولاهم دون أن يوالي غيرهم من الناس، وهذا بلا شك أن الله رده في كتابه. ومن دعاويهم أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أنهم زعموا هذا الزعم، وهذا الزعم باطل بلا شك. وقد ذكرت لكم في درس ماض أن بعض حكام مصر في القديم لما جمع عالم النصارى وعالم اليهود وعالم المسلمين، وسأل عالم اليهود قال من أهل الجنة، ف
قال لا اسأل النصراني، فسأل النصراني قال من أهل الجنة؟ قال اسأل المسلم، ابدأ بالمسلم يعني، ولا كل واحد بيجاوب. فقال هذا المسلم، وتروى عن الشيخ محمد عبده رحمه الله، فقال محمد عبده قال أنا أعتقد أن أهل الجنة هم المسلمون. قال لماذا؟ قال لأنه إن كان أتباع، إن كان أهل الجنة هم أتباع موسى فنحن نتبع موسى، صدق في التوحيد وفي دعاء الله وأن الله واحد لا شريك له، وإن كان أصحاب الجنة هم أتباع عيسى فنحن أتباع عيسى، وإن كان أصحاب الجنة هم أتباع محمد صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم فنحن أتباع محمد. فبهت أولئك الكافرون الذين كانوا جالسين من يهودين ونصراني. كذلك هنا نقول إذا كان لن يدخل الجنة إلا من كانوا هودا اللي هم أتباع موسى، فنحن نشهد الله أننا نتبعه، لأننا نقر أن جميع الأنبياء جاءوا بدين واحد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإن أو قالوا إلا من كان هودا أو نصارى. وإن كان الذين يدخلون الجنة هم النصارى، يعني أتباع عيسى الأتباع الحقيقيون، لا أعني الأتباع الذين غيروا وبدلوا وقالوا عيسى ابن الله، فنحن أيضا قد اتبعنا عيسى، فعيسى جاء بشريعة الله تعالى التي تقول لا إله إلا الله ولم يأتي بالشرك. وكذلك هؤلاء اليهود يزعمون أنهم كذلك، أعني يزعمون أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أما المسلمون فيزعمون أنهم ليسوا منها من أهل الجنة. رد الله عز وجل عليهم فقال إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. معنى قوله جل وعلا تمنوا الموت، يعني إذا أنتم صادقون أنكم أولياء لله فلماذا أنتم فرحون ببقائكم في الدنيا؟ أنتم ما دام أنكم تعلمون أنكم إذا متم ستصيرون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، تمنوا الموت، بكر لجنتك. مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن إذا وضع في قبره وفتح له باب إلى الجنة، صلى الله يجعلنا وإياكم والدينا ووالديكم كذلك، إذا فتح له باب إلى الجنة وقيل هذا موضعك من الجنة، ماذا يقول؟ ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، من شدة استبشاره بما سيصير إليه من النعيم. فالله تعالى يقول لليهود إذا أنتم مقرون وتزعمون أنكم أولياء لله من دون الناس، يلا تفضلوا تمنوا الموت حتى تصيرون إلى تلك الكرامة التي تزعمون. واليهود يخافون من الموت كما هو معلوم، وقد بحثت حقيقة في التاريخ، كان عندي قبل فترة خطبة عن تاريخ اليهود، بحثت في تاريخ اليهود لم أجد أبداً في التاريخ أبداً أن اليهود دخلوا حرباً مواجهة. هل تصدق؟ ابحث في تاريخ اليهود، ليس تاريخ اليهود مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا دائماً طبيعة اليهود، لا يمكن أبداً أن اليهود يدخلون حرب مواجهة هكذا، يعني صف يهودي وصف عدو لهم سواء كانوا مسلمين ولا نصارى ولا بوذيين ولا لا. لذلك تجد أن كل ما يبكي عليه اليهود، وإذا تحدث اليهود عن تاريخهم وعن أحداث حروب وقعت كلها يقول مذبحة لليهود، مذبحة لليهود، لأنهم ما هم برجال يدافعون عن نفسهم. ولما يأتيك عند الهولوكوست على ما يقال أن محرقة اليهود التي فعلها هتلر ولا غيره كلها مذابح، مذابح يعني يأتون وينحرون نحرا. حتى اليهود الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يهود بني النضير أغلقوا عليهم أبوابهم وقالوا لا فكنا ما نبغى نقاتل ونبغى أطلعوا خلكم رجال ودافع عن أنفسكم إذا أنتم تدعون أنكم شجعان، لكنهم ما يفعلون ذلك وينزلون، والنبي عليه الصلاة والسلام يطردهم إلى أخرجهم عليه الصلاة والسلام إلى خيبر. يهود بني قينقاع على طول إلى الشام، يهود بني قريظة أغلقوا على أنفسهم أبوابهم مع أنهم عدد وعندهم أسلحة لكنهم لا يجرؤون على المواجهة أبداً، لا يجرؤون على المواجهة أبداً، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. ولما حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وتصادر أموالهم، جاءوا وجعلوا يذبحون كما تذبح النعاج. وكذلك قل مثل ذلك فيما يقع في آخر الزمان، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أننا نقاتل اليهود ولم يذكر صلى الله عليه وسلم عدد جيش اليهود، ولم يذكر كيفية قتالهم، ولم يذكر من هو قائدهم، بينما في النصارى يذكر. صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الملحمة في آخر الزمان التي سيكون المسلمون فيها، يقودهم فيها محمد بن عبد الله
الحسني العلوي القرشي اللي هو المهدي، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وهو الذي يقود المسلمين في الملحمة الكبرى بينهم وبين النصارى. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: فيجتمع النصارى تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000، يعني 960 رجل من النصارى يجتمعون في حرب مواجهة بينهم وبين المسلمين، بينهم وبين المسلمين، هذه حرب بين المسلمين والنصارى، وسبقها حروب أيضا، سبقها حروب بين المسلمين والنصارى، لكن اليهود لم يوجد في التاريخ، وأيضا فيما طلعت عليه من مراجع من السيرة وفيما طلعت عليه من أشراط الساعة لم أجد أبدا أن المسلمين يواجهونهم، حتى لما ذكر الحرب مع اليهود، حديث في البخاري كلنا نحفظه وفي مسلم أيضا، لما قال عليه الصلاة والسلام إنه لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، قال: فيقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتل. ماذا يوحي إليك لما تسمع حتى يقول الحجر والشجر؟ إن اليهود يهربون على طول ويختبئ خلف شجر وحجر، وقال الله تعالى عنهم: لا يقاتلونكم جميعا إلا كيف؟ في قرى محصنة، في قرى محصنة أو من وراء جدر أو متخبي وراء جدار. أما أنه يجي ويقف أمامك ويقال هجوم ويهجم، هذا لا يمكن اليهود أن يفعلها أبدا، وهذا موجود إلى اليوم. انظر إلى بعض ما يحصل من مواجهات بين بين اليهود اليوم في فلسطين فك الله أسرها، وبين المجاهدين الذين هناك، تجد أن اليهودي دائما وراء سيارته، أنه وراء مدرعة، وراء جدار، وراء، لا يمكن تجد لك 5 من اليهود مواجهين 5 من فلسطينيين إلا إذا كانوا أطفالا أو عز، بل حتى إذا كان الفلسطينيون معهم الحجارة تجد اليهود يختبئون عنهم. هذا طبع في اليهود ما يستطيع يغيره، مثل واحد ولد ورجله أقصر من الثانية، خلاص ما تستطيع تغير نفسك، هذا الله اختار أن تكون رجلك أقصر من الثانية. واحد ولد ولونه أبيض ولا أحمر ولا أسود ولا أصفر، الله اللي اختار لك، هذا أمر قدره الله عليك منذ كنت في بطن أمك. اليهود طبعهم أصلا كذلك، طبعهم أصلا كذلك، لذلك الله تعالى قال: ولا يتمنونه أبدا، لا يمكن أن يتمنوا الموت. بينما الصحابة يختلف وضعهم عن ذلك، يا أخي الصحابي عبد الله بن حرام لما رمي بسهم يأخذ الدم ويقول: فزت ورب الكعبة، إقبال على الموت ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وطلب المعادي، رجل قلبه معلق. ربعي بن عامر يقول لقيصر: جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. فأنت إذا تأملت في هذا وجدت أن اليهود صحيح أنهم عدو، لكنهم لا يقاتلون الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إما أن يمدهم الله بقوة أو أن يستمدوا قوة من الناس، وهم اليوم فعلا يتكئون على أمريكا وعلى عدد من دول أوروبا لأجل أخذ القوة، وإلا فهم ليسوا شيئا يذكر في مجال قوتهم أو بأسهم. فرب العالمين رد عليهم بذلك: إذا أنتم أولياء لله تفضل تمنوا الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الله: ولا يتمنونه أبدا، أصلا لا يمكن يقول إيه نعم أريد الموت، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. قرأت بعض البحوث، هي حقيقة مجموعة أخبار كانت تنشر في بديعوت حرونت اللي هي أو أديعوت حرونت الجريدة اليهودية الصادرة في تل أبيب، من ضمنها كانوا يتكلمون عن الجنود اليهود، يقولون إن الدبابات القديمة لم يكن فيها فتحات لقضاء الحاجة من بول أو غائط، وكان يستمر دوامه أحياناً 8 ساعات الجندي، ويحتاج أن يقضي حاجته أن يتغوط أو يتبول، يقولون فكان يخاف أن يخرج من دبابته لأجل أن يقضي حاجته ويعود، يخاف من شدة حرصه على حياته، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. قالوا فكان من ضمن التموين الذي يأخذونه معهم أكياس للبول والغائط، تجد 2 في الدبابة، واحد يقول للثاني صد بالله عليك ويصد عينه ويجي ويفتح بنطلونه ويطلع الكيس يتغوط ويلفه مرة ثانية ويطلع يده بس يرميه، حتى خوفا على حياته من أن بالله يفعلها مسلم، والله لو أن مسلم يطلع ويقول والله إن مت فقتلي شهادة في سبيل الله، وإن أخاف تخوفني من الموت لا أبالك
كما كان الصحابة يقولون ذلك. قالوا وكانوا الطلب في المستوصفات العسكرية يزداد دائما على نوعية من الحبوب المضادة للإسهال. أحيانا الواحد إذا خاف من شيء يستطلق بطنه، أحيانا الواحد إذا رعب من شيء يبدأ يتصبب عرق، وأحيانا يحس بمغص في بطنه ويستطلق البطن عنده. فهم كانوا أكثر ما يطلب من حبوب في المستوصفات العسكرية الحبوب المضادة للسهال، لأنهم يعني من شدة رعبهم وخوفهم وما يقع في قلوبهم من الهلع والفزع يأكلونها حتى تركد الطعام بس في بطونهم لا ينزل من شدة الخوف. فهذا مصداق لما قاله الله تعالى ولا يتمنونه أبدا، لأن أعمالهم تسود الوجه بما قدمت أيديهم. قال والله عليم بالظالمين. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.